تنوع في الندوات وورش العمل والدورات التدريبية. عندنا ندوات في الإعلام في صعيد مصر كلها مرتبطة بالصعيد ومحافظة سوهاج، عندنا ندوات في الاقتصاد وفرص الاستثمار المتاحة، عندنا البنوك مشاركة بتقدم لي كيف يمكن للشاب انه ياخذ قرض من البنك ميسر لعمل مشاريع، عندنا المحافظة الحقيقة مشاركة برضو بكذا ندوة عن الفرص اللي بتقدم للشباب للاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، عندنا ندوات إعلامية عن التدريب الإعلامي ومشكلاته في صعيد مصر نظرا لبعد الكليات وأقسام الإعلام عن العاصمة، بالتالي الطلبة عندنا بيعانوا معاناة شديدة الحقيقة من عملية التدريب، عندنا بنناقش قضايا المرأة والعنف، المرأة في الريف والحضر في صعيد مصر ومشكلتها، هيكون معنا أستاذتنا الكبيرة أستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن، هيكون معنا الدكتور حسن علي رئيس قسم الإعلام جامعة المنيا، معنا الدكتور عبد العزيز عميد كلية إعلام جامعة جنوب الوادي، الدكتورة أميمة عمران رئيس قسم الإعلام جامعة أسوان، مشاركة من بني سويف إلى أسوان أساتذة ودكاترة في هذه الندوة وغيرها، عندنا الأستاذة سارة الضوي بتقدم حاجة عن العنف ضد المرأة في الفضائيات، عندنا من الحاجات المهمة جدا اللي هنناقشها مع مذيعين ثقافة العنف عند المذيعين في القنوات الفضائية، تفشى في المرحلة الأخيرة ثقافة إن المذيع بيبقى عنيف وبيقدم أشياء تمس كمان أخلاقياتنا بشكل كبير، دي ندوة هنعملها. الأهم من ده الحقيقة وأنا شايفة ده حاجة مهمة عشان الطلبة وجيل الشباب، إحنا عاملين عدة دورات تدريبية.